السلام عليكم وأهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن أحدث خطوط مترو الأنفاق في مصر، وهو الخط الثالث المرحلة الثالثة. هنشوف آخر التطورات وصلت لإيه، وكمان هناخدكم في جولة لأول مرة داخل المترو عشان نشوف طريقة غسيله وإزاي بيتعمل له صيانة في أكبر ورشة للعمرة الجسيمة في الشرق الأوسط. كمان هنتكلم عن الزيارة المهمة لرئيس كوريا الجنوبية للخط الثالث للمترو، وهنعرف إيه سببها وإيه الهدف منها. هنعرف كل ده، تابعونا. من المعروف ان مصر بتمتلك اقدم واكبر شبكة مترو انفاق في الشرق الاوسط، واللي بدأ تأسيسها عام 87. شبكة المترو عبارة عن اربع خطوط رئيسية بتربط كل القاهرة من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. هنتكلم النهاردة عن اخر تطورات الجزء الاول من المرحلة الثالثة في الخط الثالث، عشان نوريكم حجم المجهود اللي بيتنفذ في جزء من مرحلة واحدة بس لخط واحد من خطوط مترو الانفاق. الخط الثالث اجمالي طوله 41 كيلومتر، المرحلة الثالثة من الخط الثالث اجمالي طولها 17 كيلومتر. اخر تطورات المرحلة دي ان اول جزء منها قرب يخلص، اللي بيشمل محطات العتبة الزمالك الكتكات، ومن المقرر افتتاح المحطات دي شهر يونيو الجاي. اللي بيميز المحطات الجديدة انها هتكون محطات مميكنة بشكل كامل، بمعنى ان موظف قطع التذاكر خلاص هيختفي وهيحل محله ماكينات التذاكر الآلية زي الماكينات اللي موجودة في محطة عدل منصور بالظبط، والنظام ده هيتعمم تدريجيا في كل محطات المترو. عايز تشحن البطاقة بتاعتك، عايز تجدد الاشتراك، عايز تعمل اشتراك جديد، عايز تقطع التذكرة، حضرتك بتتوجه للماكينة دي تعملها تجربة بقى عملية. بدوس على التذكرة، سواء هنا هو بختار في المحطة سواء بالتاتش او بلوحة المفاتيح. انا عايز مثلا اروح هشام بركات، بعلم على هشام بركات تأكيد، يديني تأكيد، بقول له عايز كام تذكرة؟ أنا عايز تذكرة واحدة. التذكرة بكام؟ 5 جنيه. ليه طريقتين للدفع، يا إما عملة فضية يا إما عملة ورقية. ورقية. هبتدي أحط أهي كده، نبتدي هنا التذكرة. مترو الخط الثالث آخر محطة فيه هي محطة عدل منصور التبادلية. هنا هنشوف ورشة العمرات الجسيمة اللي بتعد أكبر ورشة لصيانة المترو في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهنا هناخدكم في جولة عشان نشوف طريقة غسيل المترو والصيانة بتكون عاملة ازاي. الورش مبنية الخفيفة، واللي بيقتصر دورها على أعمال الصيانة الخفيفة وتغيير إكسسوارات القطر وقطع الغيار. بعد كده بنوصل لمبنى التحكم بالإشارات ومبنى الجهد العالي ومحطة الكهرباء، ودي ورشة لصيانة المعدات اللي بتصلح قطرات المترو، وأخيرا مخزن لقضبان السكة الحديد. الجزء الأخير من الفيديو هنتكلم فيه عن أول زيارة لرئيس كوريا الجنوبية لمصر من 16 سنة،
وإيه هي أهمية إنه يزور مترو الخط الثالث تحديدا؟ من كام يوم رئيس كوريا الجنوبية مع وزير النقل أخذوا جولة في مترو الخط الثالث اتجاه عدل منصور. رئيس كوريا أشاد بحجم التطوير الكبير اللي بتشهده مصر في النقل العام والمترو، واستعرض أحدث نسخ لقطارات هيونداي اللي بتشتغل حاليا في الخط الثالث. الأهم من كل ده إنه تم الاتفاق على تصنيع 40 قطر مترو في مصر بمصانع سيماف، ودي أكتر حاجة تهمنا، وهو توطين صناعة قطارات المترو في مصر. تعالوا نسمع وزير النقل قال إيه في الموضوع ده. عملنا عقد مع شركة هيونداي روتوم لتصنيع وليس للتوريد، لتصنيع 40 قطار تقريبا. ال 40 قطار لهم في حوالي 320 عربة مترو. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، نشوفكم على خير بفيديو قادم إن شاء الله.